منذ استقلال الجنوب عن الشمال ما زالت تتوافد رحلات العائدين من الشمال جمهورية السودان إلى الجنوب، أي جمهورية جنوب السودان المستقلة منذ يوليو عام 2011، والتي يتم إقامتهم في منطقة كوبيري قرب مدينة جوبا. والحياة في المخيمات تبدو بسيطة جدا بمعناها، ومعها طعم الفرح بالعودة إلى الوطن الحبيب. ترى الحزن في وجه الكبار والبسمة في الطفل البريء، والشباب في الميادين للرياضة، والشابات تمارسن كرة الطائرة. أنا جينا في بلد بتاعتنا في جنوب السودان، يعني كويس ما بتاني. طبعا أنا يا قاعد جيت هنا، أنا ما عندي زول ما عندي بيت، أنا يا قاعد من أسرة من شهر أنا قاعد هنا، ما عندي أهل هنا، ما عندي زول. يا زمان زولي تجا في بلدك لازم تبيجي. في الوضع الراهن الذي تمر بها العائدين، سألنا السايت مانجر لمنظمة IOM عن الدعم المقدم من قبل المنظمة لكل عائد وعائدة وعائلتهم، فقالت: This is a transit site and we are not providing such things as providing for them to start businesses. The same applies for education. We are not providing for education because this is a transit site. رغم الصعوبات التي تواجه العائدين لفقدهم وظائفهم ومنازلهم وممتلكاتهم، إلا أن البعض يجلسون في انتظار دعم المنظمة، وآخرون أقاموا تجارة صغيرة داخل المخيمات وخارجها لزيادة الدخل. يوسف دفعتنا للواحد يشتغل، يعني يقدر يلقى مصاريف، يلقى حق الصابون وحاجة زي ده. الواحد محتاج داري، يعني يلقى يقدر يصرف نفسه. بتمنى حاجات كثيرة، لكن أطلب أمنية بتاع الزول ما بتحقق. لا كنت بتمنى جدا نقرأ بس نواصل القراءة. يعني الغاية تبرر الوسيلة، وهذا ما نراه في التجارة المقامة داخل وخارج مخيمات العائدين، وذلك من خلال لقاء خاص بهم الذي فيها تعددت آراءهم في كيفية الحصول على رأس المال، واختلفت أوجه نظرهم في فكرة هذه التجارة. صاحبي ده فرنين القديم ما هنا قالنا لاهو سلام قالنا لاهو ولو قام ادانا عصير يلا أمينة كان دار نحلو عشان نشربه. يلا صاحبي ده قام بدا قال لي اسي نشربه ولا نبيه. يعني في يوم انا بطلع 6 جنيه 10 جنيه. انا ما عندي راس مال، انا شلت الراس مال من واحد دانا راس مال شغال به. اخر اليوم بيجي بيشيل حق بتاع السن بتاع المعسلات حاجات دي، والباقي بفضل بس يدينا اليوميه بتاعنا نقسموها بيناتنا. أنا قاعد ساكت ده واحد بيكون راسه مشغول فكر في حاجة تانية. لما تكون قاعد في السوق يعني تلقى حاجة تتعلم من السوق ذات حاجة. لما وصلت هنا أول يوم وثاني يوم طبعا معي قاعدو معي صفة، أنا فكرت إنه ياكل قروزة وإذا قعدت مو في جيب يعني ممكن بينتهي في يوم يومين. أنا فكرت، أنا قلت خلاص أخير نجيب لي سيجارة، نجيب الفحم، نجيب الحلاوة دي، والإذا إن شاء الله نلقى فيه 5 جنيه ولا 10 جنيه عشان يلا يقعد يقدم بوك. يعني كله ما مثلا كان جبت إيز ب 30 جنيه يعني ممكن نلقى فيها 15 جنيه، والسيارة كان مثلا جبت 2 باكو ولا 3 باكو بلقى فيه 18 ولا 20 جنيه. اتفق الجميع لوجود الحوجة للتجارة في الوضع الراهن، ولكن في حوار خاص مع مدير منظمة IOM سألناه عن مدى قبولهم لفكرة تجارة العائدين فأجاب: Everywhere in every country they are the same. That means when you have like a human settlement, you have an activities and everybody need to buy a bit of something here and there, and that is totally normal. It's just a way to control and to manage it. Our policies, that means is during the day we discourage the people to make the trade inside the transit site, and they can do that outside of the gates in order to not settle down too much here.
And also, we don't want to disconnect them from the facilities. Why we ask them kindly, and they accept it, to go outside and to set up the small market outside. There is also some taxis, some motor taxis, some bus. All services are just in front of the gate, like a couple of meters. And inside the site, we want to keep only the humanitarian-related type of services. That means we are committed by our mandate to transport the people from the point A to the final destination, and to present and introduce themselves to the other stakeholders and partners at the final destination, meaning chief, meaning governors, meaning people in charge of the food distribution. We have just to make an handover to the people who will wait for them at the final destination. But strictly, the mandate of IOM is finishing when we disembark the people. مسكن ومأكل ده مسؤولية تاعت الجميع. يعني أنا إحنا بنفتكر أولوية كان إنه ننقذ إنه الحكومة تنقذ حياة الناس من خطر. بعد ده كل الحاجات دي يعني بتأتي لاحقا. يعني ما عندنا مانديت لأن مانديت ما عندنا مانديت للبزنس ده طوارئ. يعني ده إيمرجنسي. لما تكون في إيمرجنسي ما يعني ما بكون عندك خطة ل اسمه شنو تديهم بيزنس. ده طارئ حالة طارئة ما عندنا بيزنس فيه. فالبيزنس بعد ما الناس يستغروا في محلهم, يعني في فاينل ديستنيشن لما الناس يستغروا بعد ده هم بدأوا يفكروا في البيزنس. وفي ناس مختصين, يعني في جهات مختصة بالبيزنس, في منظمات مختصة بال التجارة والبزنس. بنرحب بالعائدين في أرض الوطن وبنتمنى إنه إقامة كويسة ويبدأوا حياة جديدة, حياة مليئة بالإنتاج وحب الوطن. ويعني بنقول لهم مرحب وألف مرحب بكم في جنوب السودان. لا رسالة أيضا من ما يحزن من جينا هنا لازم يعني أنت زول تما قدر تام لازم كمان تقدر ساد نمسو بشغل بتاع تجار أسنى كيفين بساد إتا يعني هنا لأن أسا هنا جينا شغل ما في إتا بيأكل كيف لازم دلك إتا عمل حاجة بسي تتاجر بو أسنى بقدر بساد إتا فترة تدادة. عودة الجنوبيين الموجودين بدولة السودان كانت من أولوية حكومة جنوب السودان, لذلك ساهمت فيها مع بعض المنظمات, وها هم الآن في أرض الوطن ساعدين رغم وجود تحديات من معيشة ومأكل ملبس ومسكن, ولكنهم ينتظرون بصيص أمل من حكومة جنوب السودان للوقوف معهم في بداية هذه المهنة وبداية جيدة في حياتهم. جويس جون توماس.